باكا البرتو وياخذ الكره. عبد الهادي حلحول اتطور حلحول في اتجاه يوسف عياتي. خطاف فتح من حارس انتر كلوب لواندا بولينكو ايبنجي. خطاف فتح يمكن عبد الهادي حلحول من افتتاح التسجيل للمغرب الفاسي والمصر في توقيت 39 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. المغرب الفاسي يمضي افتتاح التسجيل في ملعب 22 يونيو بعد خطأ كبير وسوء تقدير في خروج الحارس بولينكو ايبنجي. وتسديدة عبد الهادي حلحول هي في الحقيقة كانت تمريرة في اتجاه حمزة بورسوق وخطأ من الحارس يمكن الماس من افتتاح التسجيل في توقيت ممتاز يعني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. الماس